أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للوقوف على تبعات استهداف معتقلين في مدينة دمار كانت قد أودعتهم ميليشيا الحوثي في مبنى كلية المجتمع. أفادت مصادر محلية بمقتل وإصابة عشرات المختطفين في مركز احتجاز بمحافظة دمار جراء قصف مقاتلة التحالف. أوضحت المصادر أن 7 غارات جوية للتحالف استهدفت سجنا لميليشيا الحوثي في مبنى كلية المجتمع يحوي عشرات المختطفين والمخفيين قسرا. أضافت أن عدد الضحايا نحو 70 قتيلا و30 جريحا حتى الآن وسط استمرار عملية البحث عن جثث تحت الأنقاض وإسعاف الجرحى إلى مستشفيات المدينة وصنعاء. يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى، فقد استهدف التحالف عددا من السجون ومراكز الاحتجاز التابعة لميليشيا الحوثي في السنوات الماضية، خلف الضحايا بالعشرات. نتوقف عند هذا الحدث لنناقشه في محورين: لماذا أصبح المدنيون أهدافا لتحالف السعودية والإمارات في حربها على اليمن؟ وما هو توصيف المنظمات الدولية والجهات الحقوقية لهذه الجرائم؟ قبل النقاش مع ضيوفي الكرام نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. لا شيء سوى الدم والجثث تتوزع الجغرافيا اليمنية من الشمال إلى الجنوب. أينما رأى تحالف الحرب على اليمن تجمعا ليمنيين جعلهم هدفا لطائراته ومرما لصواريخه، لا فرق إن كان ذلك التجمع لعسكريين أو مدنيين أو لمناسبة اجتماعية، لا فرق إن كان لمناصرين للشرعية أو لمناوئين لها، إنه استهداف بالهوية. حتى المعتقلون ممن كانوا يدافعون عن الحد الجنوبي للمملكة أدركهم حقد التحالف إلى معتقلات الميليشيا، ذلك ما دون أخيرا لجرائم السعودية والإمارات في اليمن جراء استهداف مبنى كلية المجتمع الذي كانت تستخدمه الميليشيا سجنا للمعتقلين بنحو 7 غارات جوية أسفرت عن سقوط 50 قتيلا ونحو 100 جريح. مصادر طبية بمستشفى دمار العام قالت إن المشفى يعج بعشرات القتلى والجرحى. التحالف اعتبر قتل المعتقلين عملية نوعية متحججا بالقول إن المعتقل يحتوي صواريخ ومخازن أسلحة، ما يثبت استهتار التحالف بدماء اليمنيين أن الجميع كانوا على علم بأن هنالك معتقلين في المبنى، والتحالف أيضا كان على علم بذلك وكثير من المنظمات الدولية أيضا. اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبرت عن قلقها من المعلومات الواردة بشأن قصف سجن في مدينة دمار، وقالت اللجنة إن الفريق في طريقه إلى المحافظة، مشيرة إلى أنها كانت تتفقد السجن بشكل دوري. واعتمادا على كل ما سبق، يرى الكثير بأن دماء اليمنيين المهدرة ستكتب نهاية لغطرسة وصلف تحالف السعودية والإمارات، وستكون اليمن آخر مسمار يدق في نعشه. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا. نعود لموضوع حلقتنا لهذا اليوم، قصف طيران التحالف لمركز احتجاز في محافظة دمار خلف العشرات من القتلى. أوضحت المصادر أيضا أن 7 غارات جوية للتحالف استهدفت هذا السجن التابع للميليشيا الذي كان يحوي عشرات المختطفين والمخفيين قسرا. نعم، أيضا ينضم إلينا من فيينا رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي. أهلا بك معنا أستاذ توفيق. أهلا وسهلا بك لمشاهدي قناتكم الكريمة. نعم، إذا استهداف التحالف لسجن في محافظة دمار يحتوي معتقلين وسجناء مناوئين لميليشيا الحوثي، ما الذي جناه التحالف من استهداف مكان معروف لدى الجميع بأنه معتقل؟ مساء الخير. في حقيقة الأمر الجريمة التي ارتكبت اليوم في كلية المجتمع في محافظة دمار جريمة قانونية ترتقي إلى جرائم الحرب، حيث
اتفاقية جنيف واضحة بعدم جواز استهداف المنشآت العامة مثل المدارس، المساجد، المستشفيات إلى غير ذلك. اليوم ما حدث هي جريمة مع سبق الإصرار والترصد، نستطيع أن نقول هذا المعنى بكل وضوح. نعم. كلية المجتمع في محافظة دمار يعلمها القاصي والداني بأنها معتقل يضم المدنيين المختطفين المدنيين من قبل جماعة الحوثي. نعم. صدرت تقارير من سام، تقارير من منظمات معتبرة يعرفها الناشطون، يعرفها التحالف العربي، يعرف ذلك الصليب الأحمر والذي تحدث اليوم بكل وضوح. وبالتالي إذا افترضنا جدلا أن التحالف معه حق أن هذه الكلية تحتوي على طيران أو صواريخ، فإنه لا يجوز قصفها لعلمه المسبق بوجود معتقلين مدنيين سابقين في هذا السجن. وبالتالي هذه الجريمة جريمة مركبة. التحالف نعم. العربي عودنا في سجن الشرطة العسكري في صنعاء، قصف هذا السجن الكاتب والمحلل السياسي خالد الآنسي. أهلا بك معنا أستاذ خالد. إذن استهداف جديد للمدنيين في معتقل بمحافظة دمار، ما هو التوصيف القانوني في عرف القانون الدولي لهذه الحادثة؟ شكرا جزيلا وتحية للمشاهدين الكرام ولضيفك العزيز. طبعا هو ليس استهداف غريب، هذا الاستهداف منهج ويتم منذ سنوات ويدخل في دائرة يعني ما يطلق عليه جرائم الإبادة وجرائم الحرب، وهي جريمة مشتركة اشترك فيها التحالف، تحالف الغدر السعودي الإماراتي، واشترك فيها الحوثيين. والأبعد والأكثر خطورة من هذه أن هذا كشفت الآن عن التنسيق، عن التكامل ما بين هذا التحالف وما بين الحوثيين. يعني كنا نتحدث من سنوات أن هنالك فعلا شكوك حول وجود علاقة
كيف أن هذا الاستهداف لا يطال إلى المدنيين فقط. يعني المعلومات التي لدينا تقول أن الحوثيين يغادرون الأماكن قبل استهدافها، بمعنى هذه عمليات منسقة منظمة تستهدف إلى قتل اليمنيين، إبادة اليمنيين، الإنقلاب وميليشيات الحوثي تتخذ كذريعة لهذه الأعمال، مثلما ميليشيات الإنقلاب في عدن أيضا تستخدم في هذا الإطار. بكل الأحوال هذه جريمة، وخصوصا أن هذا المكان معلوم أنه منشأة مدنية وحولت إلى قبل ميليشيات الحوثي. هذه المنشأة يزورها الصليب الأحمر الدولي بشكل دوري، نعم، ويعرف أن فيها معتقلين، بمعنى هي معلومة أن هذا مكان فيه للاعتقال، حتى لو كان هنالك أي استخدام عسكري لها. يفترض أن التحالف لا يقصف هذا المكان لأنه فيه مدنيون سيصابوا بهذا القصف. ما يتم الآن الأخطر فيه أنه يدل على هذا المنسق ما بين ميليشيات الإنقلاب في صنعاء وما بين تحالف الغد والخيانة في السعودية والإمارات. نعم، بالتالي ما الذي يستند عليه هذا التحالف لتكرار استهداف المدنيين؟ وأيضا الصمت الدولي، ألا ترى أنه جعله يتمادى في ارتكاب هذه الجرائم؟ التحالف هو طبعا هنالك أي مشروعية في ارتكاب هذه الجرائم، هذه الجرائم لا يمكن أن تبرر، هو يستند إلى أنه لا يوجد هنالك من يردعه، لا يوجد هنالك من يحاسبه. الآن واضح من خلال ممارسة التحالف على خلال السنوات الخمسة الماضية أنه يريد أن يبقى الوضع كما هو عليه، تبقى هذه الميليشيات، ولذلك حافظ على بقائها ومنع قوات الجيش من أن تتقدم نحو صنعاء لتحريرها، منع تحرير تعز لأنه يعرف أنه إذا تحررت تعز المعادلة كبير، منع أيضا سيطرة الشرعية على عدن، ورأينا كيف أن الشرعية حين حاولت أن تفرض وجودها في عدن بالقوة كيف أنها قصتت من قبل هذا التحالف. وهذا يعطي إيحاء ويعطي معنى واضح أن التحالف يريد أن يحافظ على هذه الحالة التي تكون فيها ميليشيات تسيطر على صنعاء دون أن تتمكن بشكل نهائي، ميليشيات تسيطر على عدن والمحافظات الجنوبية بدون أن تتمكن بشكل نهائي، فيما هو ينفذ أجندته التي بعضها قد ظهر مثل أطماع الإمارات، وبعضها على وشك الإفصاح عنه أو قد بدأ يطفو إلى السطح مثل أطماع السعودية والتي تجلت في محاولة ابتلاع البهارات. هنالك إشكالية كبيرة جدا أن المجتمع الدولي يتفرج على هذه الجرائم التي ترتكب في اليمن، سواء من قبل ميليشيات الحوثي، سواء كانت هذه الميليشيات تعمل بمعزل عن تحالف الغد والخيانة كما يقال، مع أني لم أعد أصدق هذه الأسطوانة أنها تعمل بمعزل عن، خصوصا أن هذه الميليشيات نفذت انقلابها في 2014 بتمويل سعودي إماراتي وبغطاء سعودي إماراتي. يعني وما يتم الآن في الساحة يعني يؤكد هذا المسار، أن هذه الميليشيات وجدت لكي تنفذ أجندة معينة، استخدمت قضية علاقتها بإيران من أجل تخويف الناس على أساس مذهبي وعلى أساس طائفي، حتى يتمكن التحالف من تبرير هذا الحرب، يتمكن من تبرير هذا القصف. عندما نلاحظ أنه كل أعمال التحالف أدت إلى تعزيز صورة هذه الميليشيات ووجودها وهدم صورة الشرعية، معنى هنالك حالة من التخادم. لا يمكن أن التحالف يريد يحارب هذه الميليشيات وهو يوقف جبهات القتال التي تقاتلها، لا يمكن أن يكون هو يريدها وهو يفشل الشرعية التي يفترض أن يقدمها كبديل عن هذه الميليشيات. فهذه ميليشيات الإنقلاب هي تستمد بقائها من ممارسة هذا التحالف، والتحالف يستمد استمراره في هذه الجرائم من أنه لا يوجد هنالك محاسبة شرعية لمن يتعاملت مع ما يقوم به التحالف بجرائم صمت مطبق، ولم حتى أستاذ خالد سنعود
تقول السياسيين الوطنيين الغيورين الذين لديهم خبرة في التعامل مع المنظمات مع هذه الدهاليز. اليمنيون قادرون أن يشكلوا لوبي يمني يمتد من أمريكا إلى أوروبا إلى غيرها، يتواصلون مع البرلمانات مع السياسيين. يجب أن تكون هنالك خطة يمنية مدنية ولو خارج إطار الدولة. اليوم المجتمع الغربي وغير الغربي أصبح يتفهم تماما القضية اليمنية، وإن يجامل بصورة أو بأخرى مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لكن بالنهاية لا يمكن أن يضيع حق وراءه شعب وأمة تطالب بالقصاص من قاتلي هذا الشعب. نعم سيد توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معي من فيينا، شكرا جزيلا لك. أعود لك أستاذ خالد، كنت قد تحدثت عن الحكومة الشرعية ودورها السلبي مما يحدث في من انتهاكات للمدنيين في اليمن، بالتالي ما هي الإجراءات الآن المطلوبة أو التي يعول عليها لمحاسبة التحالف على جرائمه السابقة، وما أيضا كيف يمكن إيقافه عند هذا الحد؟ هي طبعا الحكومة اليمنية إشكالية الكبيرة أنها راهنت بشكل كثير على السعودية، وللأسف يعني اعتقدت أنها ضعيفة تماما، بينما هي في وجهة نظري ليست كذلك. السعودية هي من تعال إلى اليمن، لأنه هنالك مخطط، هنالك مؤامرة على السعودية، وإن كانت السعودية تتعامل بمنتهى الغباء والحماقة في تعاملها مع اليمن، لكن هي المستهدفة في نهاية المطاف. اليمن حكة الأمر قد دمرت، سلمت الميليشيات موالية لإيران وبالأموال السعودية والإماراتية وبسبب السياسات السعودية والإماراتية في اليمن. يفترض أن الحكومة اليمنية تتعامل منطق ألا ترهن نفسها بشكل مطلق للسعودية، بمعنى إذا وجدت أن السعودية مستمرة في سياسة الانتحار وغرق إغراق اليمن معها، على الحكومة اليمنية أن تخرج من هذه الدائرة، لا تظل فقط تراهن على أنها السعودية هي الحليف الذي سيساعدها. بمعنى هنالك ايضا في الاخير نضال ما يسمى بالنضال المجتمعي، النضال الانساني الذي يتشارك فيه حتى المجتمع الدولي بالكامل. نعم. بان تخرج الحكومه من عباءه السعوديه وتبحث لها عن مقر اخر خارج اطار السعوديه، ان تبحث عن تحالفات اخرى، وتقول للمجتمع الدولي هذه الكارثه التي في اليمن التي تنفذها ميليشيات الحوثي لحسابه قنيعه ايه؟ نعم استاذ خالد، بالنظر نعم بالنظر إلى وضع الشرعية الضعيف كما ذكرت، هل بإمكانها الآن اللجوء إلى الخارج أيضا المطالبة بمحاسبة التحالف؟ دون أدنى شك يفترض تفعيل الآليات الوطنية، هنالك مسمى باسم وزارة اسمها وزارة حقوق الإنسان، هنالك لجنة وطنية لحقوق الإنسان، وهذه للأسف تحولت إلى أدوات لتبرير انتهاك التحالف، وكانت تنفي بعض الانتهاكات التي يرتكبها التحالف والجرائم، ثم يعترف بها التحالف نتيجة ضغوط دولية وغربية. يفترض أن الشرعية اليمنية الآن تفعل هذه المؤسسات، ويفترض أيضا أن تطلب من المبعوث الأممي بأن يدرج هذا في ضمن نشاطه وأعماله، أن تطلب من مجلس الأمن التحقيق في هذه الانتهاكات والجرائم. لكن أستاذ خالد، يعني الواضح أن الشرعية بوزرائها بمؤسساتها أصبحت مرهونة ببقائها في الرياض دون أدنى شك، ولذلك من وجهة نظري أن الحل اليمني يبدأ من لحظة تحرر الشرعية اليمنية من هذه الهيمنة السعودية. لقد رأيت كانت الشرعية اليمنية قوية على الأرض، قوية جدا عندما تحررت من هيمنة الإمارات، وستكون أقوى عندما تتحرر من هيمنة السعودية. على الشرعية أن تغادر السعودية، سواء مغادرة جسدية أو مغادرة القرار. يجب أن يكون القرار اليمني الآن مستقل عن القرار السعودي. في هذه الخطوة سيكون إنقاذ لليمن وللسعودية في آن واحد. ايضا على الشرعيه اليمنيه ان ترجع الى مجلس الامن وتطالب من مجلس الامن ان يقوم بواجباته في حمايه دوله اسمها اليمن تتعرض للعبث، تتعرض للقتل الممنهج، سواء من ميليشيات مواليه لايران او من ميليشيات مواليه للسعوديه والامارات. في نفس الوقت ايضا يفترض التحرك الان لدى كثير من الدول التي تعرف ان هذه البلطجه التي تمارسها السعوديه والامارات في اليمن قد تتعدى فيما بعد اليها، لكي هذه الدول تتحرك ايضا لتفعيل الاليات الدوليه لمواجهه هذه الجرائم. هذه الجرائم
تستخدم فيما بعد ضد السعودية والإمارات، ولكن بعد أن يكون قتل آلاف اليمنيين نريد أن تستخدم هذه الجرائم الآن في هذه اللحظة كي نوقف هذا المنهج الذي يمارس على اليمنيين من قبل ميليشيات الحوثي في الداخل وميليشيات المجلس الانتقالي ومن قبل التحالف عن طريق ما يسمى بغاءة التحالف، والتي أصبحت واضح أنها تستهدف اليمنيين لا تستهدف الميليشيات الذي يقولون أنه جاء لمحاربتها والقضاء عليها. نعم، بالنظر أستاذ خالد لموقف المنظمات الدولية مما يحدث في اليمن، يعني ما هو تقييمك لهذا الموقف؟ المنظمات الدولية أصدرت عدد تقارير تدين ما تقوم به السعودية والإمارات في اليمن، ما تقوم به ميليشيات الحوثي. هو حتى في الأمر الطواطئ في موقف السياسات الرشاوى التي تفتحها السعودية والإمارات بشراء هذا الصمت. يعني أيضا السياسات الغربية التي تقوم على الحفاظ على ميليشيات الحوثي من أجل ابتزاز السعودية للحصول على صفقات أسلحة وعلى أموال، ومن أجل مخططات متعلقة بالتقارب مع إسرائيل وصفقة القرن، وأيضا لمخطط تقسيم السعودية وهو أحد السيناريوهات التي أعد لها من سنوات. بالتالي هذه الدول أيضا هي ليست بريئة، ما السعودية والإمارات تمارس هذه البلطجة بنوع من الغطاء الدولي، هي تمارس الآن البلطجة بالوكالة عن قوى دولية لا تريد تغيير حقيقي، لا تريد توافق الربيع العربي أن تنتصر، لا تريد الشعوب في المنطقة العربية أن تحكم نفسها حكم ديمقراطي حقيقي، هي تريد ديمقراطية مزيفة كالديمقراطية التي كان يقدمها زين العابدين وحسني مبارك وعلي عبد الله الصالح لليمنيين، لا تريد ديمقراطية حقيقية تبقى مؤثرة وتنحاز لشعوبها، ولذلك هذه البلطجة التي تمارسها السعودية والإمارات في المنطقة تحت ذريعة ضرب الثورات هي ليست بمعزل عن ضوء أخضر غربي من الولايات المتحدة الأمريكية من بريطانيا، وقد سمعنا تصريحات الأمريكا التي بررت عمليات القتل الممنهجة التي قامت بها الإمارات للجيش اليمني، وقالت أن الإمارات الحق في أن تدافع عن مصالحها، يعني مصالحها التي نعرف التي نعرفها هي رغبة الإمارات في نهب الجزيرة اليمنية، في نهب جزيرة سقطرى، في تعطيل الموانئ اليمنية. الآن بنفس المنطق الذي يتبلطج فيه ترامب على السعودية والإمارات يحصل على الأموال، يطلق أيادي هذه الدول لتتبلطج في اليمن وفي غيرها لكي تعوض خسائرها. بالتالي نحن نحتاج إلى أيضا نداء يعني إنساني، تحرك على الصعيد الإنساني للفت الأنظار أن العبث الذي يتم في اليمن ليس فقط عبث سعودي إماراتي بمعزل عن تواطؤ دولي وعن غض طرف دولي في أحسن الأحوال. أرى أنهم يقومون بأعمال بالبلطجة نيابة عن غيرهم. يعني وضحت الصورة. المحلل السياسي خالد الآنسي كنت معي من أمستردام، شكرا جزيلا لك. كما أشكر ضيفي من فيينا رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي، شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. كل التحايا مقدمة لكم من معيد هذه الحلقة ماهر أبو المجد ومن الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.